السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان، كدارين؟ لاباس عليكم؟ بخير. متتبعين قناة جولات في ألمانيا، أنا موجود درك في مطار فرانكفورت هان، ودفعت الباكاج ديالي. أنا مسافر إن شاء الله اليوم لفاس، دفعت الباكاج ديالي وكل شيء. المهم غير بغيت نخبركم، ما طلبونا لا بيتير ولا جواز تلقيح ولا أي حاجة. دفعنا الباكاج ديالنا و بقيت نستنى، ربما شي واحد اخر يطلبوا له شي حاجه. المهم ما طلبوا والو. انا مشيت لواحد الشالطه، الولد ديالي مشى لشالطه اخرى غير باش نعرف واش شي واحد يطلب شي حاجه. المهم ما طلبوا لنا والو، غير باش نعرف. الاخوان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخوان متتبعين قناه جوال في المانيا. راني وصلت المطار فاس، الحمد لله بخير وعلى خير. كان عندنا شويه الروتار ولكن الحمد لله وصلنا بخير وعلى خير. وكيطلبوا ضروري يكون بيتير ولا جواز تلقيح، ضروري الاخوان اللي ما عندوش خصو ضروري يدير بيتير ولا جواز تلقيح، واحد منهم. يلا غير باش تعرفوا. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.